ماشي. المدلوعة هي أكلة حلوة جدا، حاجة لطيفة جدا. نعمل التومية يا شيف؟ مفيش داعي للتومية، احنا عندناش وقت للتومية. خلينا نخش على طول على المدلوع. ماشي. المدلوع عبارة عن ايه؟ كنافة ناعمة، ربع كوباية وربع حليب، كوباية سكر، ربع كوب زبدة، ونص كوب فستق حلبي، واتنين معلقة ماء زهر. اوكي. وبنستخدم ليها للتقديم نص كيلو قشطة بلدي فريش، 10 فريش طبعا، 10 توست، 10 وحدات توست، 200 جرام حليب وعسل شربات. احنا دلوقتي بتحط الحليب على العيش التوست بتطريه كده. نشيلين الحواف تبعه ومقطعينه قطع كبيرة، بناخد الابيض بس اللي في التوست وبنشيل الحواف بتاعته. هننزله بالحليب مظبوط، بتنسميه خالص يطرى. تمام، يتشرب الحليب كله اللي معنا، حول لعجينة يعني. مو عجين كتير لانه اوريدي هنحط عليه القشطة. الله، قشطة فريش. طبعا انا فكرتيني اول ما شفت التوست وقلت القشطة يبقى افتكرت على طول عيش السراويل. اوكي. لا هي شوف انا عملت هاي الحركة بصراحة شايف عشان القشطة الفريش اللي هون بمصر مو نفس القشطة تبعنا مظبوطة. تمام. فانا عشان اقدر ادمج القشطة تبعنا بالقشطة المصري لقيت حل الوحيد انه نحط لها خبز توست. ايوه، ابيض بيتشرب وبياخد طعم القشطه. ده دي لوحدها تتاكل لوحدها حلوه. حط عليها سكر بس وتبقى تقيله يعني، بس حلوه، شكلها حلو جدا وطعمها انا عارف، بس هي تقيله يا جماعه جدا بس حلوه، شكلها حلو. التوست باللبن مع القشطه، فاضلش ايه بقى شويه سكر وخلاص، او معلقه عسل بقى. انا خلاص. هنا بس نشيل هدلون عشان الكاميرا تشوف. تمام. والكنافه بتتقطع رفيع خالص، بنفركها على نار هاديه نسبه 80 درجه بالضبط. طب انت بتجيبيها الكنافه بتبقى رفيعه ازاي كده وهي لسه نيه؟ لا هي بتبقى خيطان. ايوه. بجيبها بضل بفركها بالسمنه على النار. أيوة. بالطنجره على نار هاديه كتير بشكل تتحمل ايدي. تمام. وبضل بنتف فيها، لا بعدين اخر شيء بفركها بالسمنه هيك. تمام. بناخد يعني هيك وبنضل نفرك وتنزل. طيب احنا ممكن عشان نكسب الوقت نجيب اللي في الثلاجه. ماشي. دلوقتي احنا دلوقتي عشان تبقوا عارفين هون حاطين عليها بس السمنه، وبننزل عشان تنعجن عجين نحط عليها القطر. تمام. الكنافه اتعملت، الصوص ده القطر هو الشربات، او القطر هو القطر هو الشربات. الكنافه اتعملت، هي دلوقتي هتوريكم الكنافه بعد ما اتحطت ودخلت الفرن. هي بتدخليها الفرن؟ لا، بارده. عرفت الثلاجه ده الثلاجه. بتحط الخلطه دي على الوش. صح. تمام. وبعد الشعب يريد المسخن، مش عايز اقول لك كله بيطلب من المسخن. الكنافه انت بتحطيها في قالب حسب الشكل اللي انت عايزاه. بالشكل هي وتضغطيها زي فكره البسكوت لما بنضغطه. صح. تمام. يعني انا لما بتحط عليها القطر وسكر. سمنه وسكر. لا سمنه وسكر نص كاسه يعني. تقريبا عسل. وعسل احسن يبقى. تمام. عشان بيخليها تلم معنا اكتر. كنافه نيه، كنافه بيضة. ايوه نيه، مجرد هي بس واخده فكره القطايف شيف. زي فكره القطايف. هي كنافه بيضة يجوز بس اتخلت على النار حاجه بسيطه عشان الشعب يريد المسخن بقوه يعني. الناس عماله تقول المسخن المسخن، طب اعمل ايه؟ خلاص هلا قربت تخلص الحلقه بياكلوا على طول. ده الناس كلها ما عايزه المسخن يا جماعه. طبعا حاجه يعني القشطه دي بفكره التوست بالقشطه جامد جدا، بس رغم ان احنا ما حطيناش اي سكري خالص. لا ما هو نحن اوريدي هذا بيتقدم كلياته بيبقى من غير سكر، لانه فيها الكنافه من تحت معنا عسل. اوريدي حنحط على وشها عسل. تمام. يعني انت قبل ما نقدمها لاي حدا بنحط عليه عسل. تمام. نبتدي بقى اوكي هيك بكفي. انا عايز البوله دي بقى انا اتعامل معاها انا. براحتك. البوله دي انا عايز اتعامل انا معاها. اوكي. تمام كده، نبتدي بقى نحط الحاجه الثانيه. من هون. ايوه. احنا في عنا شوية مزهر هون، مية مزهر. المزهر بيتحط مع الكنافة. تمام. ماشي. ده بيتحط مع الكنافة في الأول. يعني عنا السمنة والمزهر والعسل مع بعض كلياته بيتحط على الكنافة بيتفرك مع بعضه حتى نعمل القالب. فستق الحلبي بس ننضف الصحن. طبعا دي أكلة شامية، شامية مصدرها ايه؟ أي بلد؟ سوري.
سوري. يعني مسخن يبقى نقول اردني. مسخن اردني. التسقيه؟ التسقيه شامي. شامي اللي ما بين سوري فلسطيني لبناني، يعني ممكن تبقى بس لبناني بتبقى مختلفه شويه. لا تبع اللبنانيين غير شويه. تمام. اللبنانيين بتبقى فيها صوص كتير قوي. فيها صوص؟ لا، وفي انت اللي عم تحكي عنها اللي هي التسقيه بالزيت. التسقيه بالزيت اللي هي الفقسه. الفقسه هي بتكون عباره عن زيت ومرقه بينفقسوا مع بعض على النار. بينفقسوا يعني ايه بالمصري؟ بينفقسوا يعني بينحطوا على النار عشان كيف لما انت تفصل المي بالزيت. ايوه ايوه. فنحن بنفقسهم بنخليهم يدمجوا مع بعض. يعني حاله فيزيائيه. انا عايز اوصل يفقسهم بس، يعني احلى حاجه في الموضوع عايز اوصل يفقسهم دي. بنفقسهم ايه، وبعدين بينحط فيهم الحمص والخبز وبتتاكل بتحسك انا شوربه اكتر. ايوه ايوه. بس طعمه كتير طيب. تسلم ايديك. ايديك يا رب. وهي المدلوقه معنا صارت جاهزه. الله.